عايز اعرف برضو وجهة نظرك، شايف المشهد الداخلي دلوقتي النادي الاهلي، التعاقد مع مدير فني جديد مستر لاسارتي، ارتأت لجنة التخطيط ان هو يتم توجيه شكري ليه، وبالتالي خلاص تم توجيه شكري ليه، ومواصفات المدرب الجديد من وجهة نظرك. خلينا نبدأ بالاول بالمشهد الحالي والصفقات اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت في النادي. يمكن الصفقات اللي اتعملت في النادي الاهلي صفقات مهمة جدا جدا جدا، وبان تأثيرها في من يناير. إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي الموسم كان بدايته كانت صعبة جدا، إصابات وتغيير جهاز فني، وكان عدد إصابات مريب، والترتيب في الجدول وتأجيل مباريات. لكن الـ يعني اللعيبة اللي جت في يناير عملت فرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي. الأداء اتحسن والنتائج اتحسنت، واللعيبة بقى ليها تقل في الملعب مع اللعيبة اللي موجودة. قدر النادي الاهلي يرجع من بعيد في بطوله الدوري ويفوز ببطوله الدوري، ودي كانت حاجه كبيره جدا. طبعا وبان ابناء النادي الاهلي بس إيه؟ ابناء النادي الاهلي بس اللي كان عندهم ثقه بالظبط النادي الاهلي، عشان عارفين ما حدش كان متوقع بالزبط. عارفين ان احنا لا هنرجع، احنا هنعمل اللي علينا لحد اخر يوم. يعني في الاخر ما نحسش ان احنا قصرنا. الهزيمه من صن داونز توقع اي فرقه، صح، توقع اي شخص، لكن شخصيه اللعيبه وشخصيه الاداره وانه ازاي قدروا يلموا بعض وخلاص بطوله ومباراه انتهت. اي نعم بنتيجه كارثيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في الاخر خلصت، هنفكر في اللي جاي. اللعيبه لمت نفسها بشكل سريع، الكبار ودورهم طبعا. اللعيبه ما هو اللعيب اللي عنده شخصيه هو اللي يقدر يرجع بسرعه. في لعيبه تانية ممكن في الفتره دي عايز اختفي بقى، لا انا عايز اختفي مش عايز اظهر خالص، لان الجمهور مش هيرحم حد. لا انا اللعيبه انا هقف وهظهر وهبقى موجود وهلعب ومستني اقرب بطوله تيجي عشان احققها، عشان اللي حصل بالظبط، عشان انسى اللي حصل. يمكن الاهلي فاز ببطوله الدوري، دي بطوله انا ما اعتقد الاغلى، لانه كان بعيد فيها بشكل كبير جدا، وكان ظروفها كانت صعبه، وكان نادي الزمالك مادي موسم جيد، قدر يفوز بالكونفدراليه وكان قريب للبطوله، لكن النادي الاهلي فاز بيها في الاخر. جات الكاس. الكاس ده بالنسبه لي انا مشكلتي في مباراه الكاس، وانا يمكن قلتها، لعيبه النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي مواصفاته ان لازم يبقى شخصيته وطريقه لعبه قويه بالظبط، قويه وثابته. انا عندي سيستم ماشي عليه، ما بمشيش ورا المباراه. النادي الاهلي مشي ورا مباراه بيراميدز، نتيجه 1-0، هرجله واستعجال ومساحات مفتوحه ومفيش تنظيم ومفيش شكل في الملعب. لا، لعيبه النادي الاهلي انا ممكن اتحط في موقف ابقى خسران 2-0، ازاي اعرف ارجع؟ اتحط في موقف كسبان 2-0، ازاي احافظ على شكلي؟ السيستم او الشكل مع التغييرات الفنيه لازم يبقى ثابت وواحد. دي ولعيب هو قوي 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 ذهنيا، قوي احنا ثابت بمعنى اصح، ان انا دخل فيها هدف، لا انا عندي، انا ايه المشكله؟ هقدر ارجع. دخل فيها اتنين، هقدر ارجع. دي شخصيه اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي، مش اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي انه يلعب مباراه يكسب فيها 9 و10 و8، لا خالص. يعني ده ممكن يحصل، مش تقليل طبعا، ده مهم جدا انك تكسب 9 و8، لكن في نفس الوقت مهم جدا في المباراه اللي انا ممكن اكون متاخر فيها، المباراه الكبيره، ابان شخصيتي وابان قوتي وابان ان انا لعيب قد المواقف دي، لان النادي الاهلي في الاخر عينه على البطولات. عشان تبقى عينك على البطولات هتقابل فرق كبيره. بس عجباك الصفقات اللي طبعا حتى مؤخرا، يعني انت جبت 3 صفقات في حدود اللي كان بيطلبه الجهاز الفني في ذلك الوقت. طيب، صفقات مهمة جدا. مهمة جدا، صفقات مهمة جدا، وإضافة للنادي الأهلي، وهيبان الفرق مع الفريق في الفترة اللي جاية. أتمنى إن هم يندمجوا بسرعة، يشربوا من اللعيبة الكبيرة يعني إيه النادي الأهلي، يعني إيه اللعب في النادي الأهلي، لأن اللعب في النادي الأهلي في اللعب في الأندية الكبيرة صعب جدا، مش سهل، لأنك أنت بتقايم كل يوم، أنت عليك ضغوطات طول الوقت. الناس ما بتبصش انك كسبت النهارده فده اللي احنا، لا ده هو انت تبص انك كسبت ومحتاج منك اداء ومحتاج منك رجوله ومحتاج منك كل حاجة. كل حاجه. فانت عشان تبقى عندك شخصيه انك تقدر تعمل ده لازم تبقى ثابت وواقف على رجلك وقوي وتقدر تواجه كتير. ولما تقع تقوم تاني. يعني انت تستغل الوقعه ان هي تقومك اقوى. ما تهمدكش. فدي كلها حاجة صفات ومواصفات اللعيبه الكبيره واللعيبه القديمه اللي موجوده بتشربها اللعيبه الجديده واللعيبه الصغيره، ومهم جدا ان هم يدخلوا ويندمجوا بسرعه في الفريق، علشان البطولات اللي جايه صعبه جدا وقويه جدا، وجمهور النادي الاهلي في الفتره دي يعني مش هيسمح باللعيبه اللي هتبقى متهاونه او اللعيبه اللي هتبقى مش حاسه بالمسؤوليه يعني اللي عليها. يعني ممكن تبذل مجهود، بس تبذل مجهود جوه الملعب الناس هتطلع تسقف لك بغض النظر عن النتيجه. بالظبط. هو احنا طول عمرنا واحنا موجودين في النادي، يا جماعه اخرج من الملعب ما تقولش انا كان نفسي اعمل كذا،
او انا يا لو في وقت كنت عملت كذا، لا تعمل كل اللي تقدر عليه والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش يعرف الغيب، لكن في الاخر انت اللي بايدك انك تقدر تجري وتعمل مجهود. مش بايدك ان انت طبعا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى انك تجيب هدف، لكن في الاخر الحاجه اللي بايدي اللي انا اقدر املكها ان انا اجري، ان انا ابذل مجهود. الحاجات التانية انك تبقى موافق او مش موافق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب قول الو برضو عشان انا عارف مين بس مش هقول لك. ماشي الو.